اي بالضبط، على واحد القضيه مهمه كقاعده، اللي ما عندوش هدف هو اوتوماتيكمون سبب في تحقيق اهداف الاخرين. نفهموا هذه المعادله لحنا المستمعين الكرام يكونوا على وعي بها. لا تحتمل مجموعه من التاويلات. اذا كان عندك هدف راه ماشي تتحقق، اذا ما عندك حتى شي هدف راك ماشي ولكن تتحقق اهداف الاخرين. صعيبه هذه قويه لا لحنا نامنوا بها. صح. القوه ديالها خصنا نامنوا بها. فلهذا لك ان تختار، اما انك في طريق تحقيق ما تصبو اليه وما تتمناه وما هو استشراف لمستقبلك ولحياتك وما تفضل به المستمع الكريم لاسرتك ولحياتك، او ان تكون جزء من اهداف الاخرين، لان الهدف ديالك في الطريق يتحقق بمساعده الاخرين، فانت تلتقي بالاخرين وتعزز المدركات بالاخرين.